لو الحكاية فيها إن فيجو. مين شخصية عام 2017 من وجهة نظرك؟ في حياتي الشخصية نقدر نقول وندعي له كده ربنا بس يقويه واحنا نقف جنبه صح، فخامة الرئيس. هو أكيد محمد صلاح. يعني محمد صلاح ده الحاجة الحاضرة في دماغي. تمام، ليه بقى من وجهة نظرك؟ يعني عمل الحاجة اللي بقالنا ناس كتير قوي حاولت من قبله توصلها بس ما عرفتش. يعني محمد صلاح. محمد صلاح؟ ليه محمد صلاح؟ اسم محترم ومتقدر وشرف البلد. يعني حاجة شوية محمد صلاح. ليه محمد صلاح؟ دخلنا كاس العالم هو اختراعات فرحنا. محمد صلاح ليه؟ يعني هو عمل الحاجه اللي احنا بقالنا سنين عايزين نعملها، دخلنا كاس العالم. تامر حسني. محمد صلاح طبعا. محمد صلاح. محمد صلاح. ليه محمد صلاح؟ لا هو ما شاء الله عليه في الكوره، يعني لا بجد لعب حلو قوي في ساعه ماتش كاس العالم. محمد صلاح. تمام، ليه بقى؟ يعني خدنا على ملعب فوق ربي وصلنا كاس العالم. تمام، غير المواهب طبعا هداف البريمير ليج. تمام، نجيب سيوانس يا باشا. احمد مالك عامه في السنه دي عمل كذا حاجه حلوه قوي. يوسف الشريف. هو المفروض يعني يبقى الشيش يعني اللي عمله واحد. تمام، ليه السيسي؟ انقذنا من هلاك كان وحش. تمام، ايه انجازات السيسي من وجهه نظرك؟ نجم الالم العشوائيات، وكفايه ان هو يعني خلصنا من الناس اللي كانت هتبقى زي سوريا يعني مناصفة عن اوباما المصري وعادل شكل الاثنين مع بعض. عادل شكل واوباما المصري. طب في مجال السياسه.